التأمينات عشان نبقى متفقين هي عبارة عن إيه؟ في مبلغ بيتم استقطاعه منك بشكل شهري من ساعة ما بيتم التأمين عليك. أما بتشتغل في مكان يقول لك إحنا هنعمل لك التأمينات، يبقى هما بيستقطعوا مبلغ ما طول المدة اللي أنت بتشتغل. طيب حضرتك سبت الشغل ده ونقلت شغل تاني، بتاخد معاك حاجة اسمها استمارة ستة وبتنقل ده على الشغل التاني، كل ده مفهوم، وبتستمر الاستقطاعات برضو بتاعتك وهكذا لحد ما نوصل لسن المعاش. طيب لما بنيجي نوصل سن المعاش ايه اللي بيحصل؟ بنصرف المعاش بتاعنا، هو ده بقى التأمينات. مفهومة دي؟ كويس قوي. يبقى أنا عايز طول الوقت أبقى ضامن 100% أن أنا نمرة واحد عندي قدرة، أنا بقى كالدولة عندي قدرة كاملة فعالة على أن أنا أصرف لك التأمين دون تأخر أو أصرف لك المعاش دون تأخير. طيب اتنين، أن أنا عندي قدرة كاملة وفعالة في أن أنا أعرف أزود لك معاشك كل سنة، وأنه يا سلام سلم لما تبقى الزيادات حلوة وجميلة وتحفة. يبقى في النهاية لازم أقعد أفكر يا ترى هل ترى هعمل ده إزاي. طيب خليني هنا أقول لك إنه إحنا هنشرح مع بعض ومع ست اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إيه اللي يعني إيه قصة الخبر، علشان محدش ياخد الخبر ويقرر يفسره على مزاجه. الخبر بيقول إيه؟ بيقول رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، يعني اللي بيتخصم منك ده اشتراك. بالمناسبة هو أنت لو قعدت جمعت كل الخصومات منك من ساعة ما تأمن عليك لحد سن المعاش هتلاقيها مبلغ. لو أنت جيت حسبت المعاش اللي أنت بتقبضه تقريبا، افترضنا انك فضلت تقبضه او المستفيدين الخ 20 و30 سنة، طبعا اكتر من كل اللي اتخصم منك. عشان كده ده اسمه اشتراك، اللي كان بيتخصم منك وانت لسه في الخدمة اشتراك، مش انه دي الفلوس بتاعتي بحوشها عند الحكومة وباخدها بعدين خالص. هي لو كده هتاخد فتات، عشان برضو تبقى فاهم. طيب خلوني الأول أرحب بسيادة اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء الفل. وزي حضرتك الحمد لله، مش عارف أشكرك إزاي والله، يعني على إيه؟ حضرتك يعني مفوه لا خالص، ووضحت مشكلة المعاشات والتأمينات بكلام بسيط على قد المواطن العادي، فيعني ربنا يكرمك يا رب يخليك يا فندم. لا يا فندم ربنا يخليك، اولا هو ده على قدي، ثانيا ده يعني ايه على قدر ما حاولت دايما افهم من محادثاتنا ولقاءاتنا مع حضرتك، فبحاول بس اتعلم والخص. ادي كل القصه، ارجو ان انا ما اكونش لخصت غلط. لا خالص خالص الحقيقه، يعني اصبت كبد الحقيقه زي ما بيقولوا يعني. طيب الحمد لله، لكن لا يفتى ومالك في المدينه. فسيادة اللواء جمال هيشرح لنا بشكل أكثر تفصيلا، أكثر وضوحا، وبالتأكيد أكثر فاعلية. يعني بالضبط هو نفس اللي حضرتك قلته ده، إن أنا كل ما بشترك في نظام التأمين الاجتماعي بمرتب كويس معقول ومدة طويلة، هيوصل معاشي لما أبلغ السن هيقارب 80% من آخر مرتب أنا كنت باخده. كويس، دي الخلاصة. احنا عايزين نصلح بقى الأخطاء بتاعة الماضي، ان كانت التأمينات مش شايفة من مرتبات الناس الا مبلغ بسيط خالص. قعدنا 16 سنة نقول الحد الأقصى لأجل الاشتراك المتغير 500 جنيه. يبقى المواطن بيقبض 2000 و3000 و4000 بس بيسدد اشتراكاته على 500 جنيه بس. بالتالي لما بيجي يطلع معاش عند سن الـ60 نقول له تعالى ده انت كنت مشترك على 500، الـ500 دول يطلعوا لك معاش 400 جنيه. ايوه. يقول يا جماعه ده انا اخر مرتب كنت بقبضه 5000 جنيه، ايه المعاش اللي انتم مطلعينه ده؟ فعلاج لهذه القصه القانون 148 بدأ يعمل عملية رفع تدريجي لأقل مرتب تشترك بيه في التأمينات، ورفع تدريجي لأقصى مرتب تشترك بيه في التأمينات. حلو.
فبدأنا الإصلاح ده من 1/1/2020 قلنا مفيش مرتب أقل من 1000 جنيه. اللي هيجي يقول لي أنا مشغل فلان الفلاني ب 500 جنيه، لا أنا هاخد اشتراكاتي على 1000 جنيه. كويس. وكان أقصى مرتب في 2020 بنأمن عليه هو 7000 جنيه. ماشي. ووضعنا في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، اللائحة التنفيذية بتاعته طالعة بقرار دولة رئيس الوزراء، آليا إن إحنا في يناير من كل سنة هنحرك الحدين دول عشان تتمشى مع الأجور الحقيقية للمواطن. الغرض كله إن أنا أوصل للأجر الحقيقي اللي بيتقاضاه المواطن عشان أأمن عليه، عشان لما يجي يخرج معاش ياخد معاش على أجره الحقيقي. كويس. فتحركت الألف جنيه دي اللي عملناها في 20، في 21 بقت 1200، في 22 بقت 1400، في 23 في يناير 23 هتبقى 1700 جنيه. كويس قوي. لو لاحظت حضرتك تلاقي ان احنا رفعناها من 1000 ل 1700 خلال 3 سنين بس. فاحنا بنجري بنسرع عمليه رفع الاجر الاشتراك ده علشان نلحق المواطنين يستفيدوا لما يبلغوا السن يجدوا معاشات تكون لائقه. ال 7000 اللي كانوا الحد الاقصى اتحركوا بقوا 8100 وبقوا 9400 2022، في 23 ان شاء الله يبقوا 10900 جنيه. حلو. يبقى النهارده المواطن اللي بيشتغل وبياخد 10000 جنيه انا بامن له على كل ال 10000 جنيه. بالتالي لما هيجي يطلع معاش هحسب له مرتبه ان هو كان 10000 جنيه. كويس. دي الفكرة باختصار، ان احنا عايزين نوصل للأجور الحقيقية وبنحرك الحدين دول في يناير من كل سنة. طيب اخر حاجة سيادة اللواء، عمليا كده احنا تقريبا بنزود سنويا حوالي 23%، صح كده؟ بالمتوسط. اللائحة قايلة اول 7 سنين علشان الأجور دي، ما برضو خلينا عشان اقدر اعدلها. خلينا نتفق احنا المرتبات 1000 جنيه يعني، هل ده 70% كده من 1000 ل 1700 70% زياده؟ 70% زياده. هو اللائحه التنفيذيه قايله احرك ب 15% من اخر قيمه وصل لها الحد الادنى ده، ارفعه 15% واجبر كسر ال 100 جنيه ل 100 جنيه. اوكي. فلو خدت الحد بتاعنا اللي هو 1400 جنيه اللي هو موجود دلوقتي اضربه في 15% هيطلع 1600 وشويه، بنرفعهم ل 1700. كويس جدا. وده لصالح المواطن، علشان اما بحرك الحد الادنى ده يا فندم لاجل الاشتراك والحد الاقصى بيتحرك معايا اوتوماتيك، الحد الادنى للمعاش طبعا والحد الاقصى للمعاش. صح. فأنا النهاردة كان الحد الأدنى للمعاش 910 جنيه، اعتبارا من 1/1/2023 أي مواطن هيطلع على المعاش هيبقى حد الأدنى للمعاش بتاعه 1105 جنيه. تمام. والحد الأقصى للمعاش هيبقى 8720. بعد ما كان 7520 بس، هيبقى 8720. كويس خالص. تحريك الحدين بتوع الاشتراك دول بيأثروا على المنظومة كلها، بيأثروا على المؤمن عليهم اللي هم اللي لسه شغالين في سن العمل وبيسددوا اشتراكات. صحيح. طيب هنفضل نعمل التحريك ده لمدة قد ايه يا فندم؟ لمدة 7 سنين بنحرك بال 15% دي، وبعد ال7 سنين ما يخلصوا هنبدأ نحرك بمعدل التضخم. على حسب معدلات التضخم، يعني احنا عندنا لحد 2027 وبعد كده التحريك هيبقى على حسب معدل التضخم المعلن. على حسب معدل التضخم اللي موجود في كل سنة. حلو جدا جدا جدا. ده احنا أمننا للمواطن ان أجره الحقيقي أقدر أشركه بيه في نظام التأمينات، وبالتالي لما يبلغ السن يجد معاش كريم. وأنا بقول لحضرتك كل ما هيمر الوقت على المواطن في ظل القانون الجديد
كل ما بيقترب من 80% من اخر اجر كان بياخده هو ده هيبقى معاشه. كويس جدا يا مسهل الاحوال. سياده اللواء اشكرك جدا 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 جدا، ربنا يوفق حضرتك ووفقنا جميعا يا رب لمصلحه البلد. الف الف شكر ليك سياده اللواء جمال عوض رئيس الهيئه القوميه للتامين الاجتماعي. يبقى احنا بنحرك لحد سنه 27، بنحرك ليه؟ عشان نزود المعاش، يعني مش بنحرك علشان حاجه. خد بالك كل ده ما بيأثرش على أصحاب المعاشات، التحريك بيحصل عند الناس اللي موجودة دلوقتي زي حالاتي، أنا لسه قدامي مثلا يجي 12 سنة وكم شهر على سن المعاش. فهيفضل يتحرك الحد التأميني بتاعي لمدة 7 سنين من تاريخ 2020 لحد 2027. بعد كده إيه التضخم المعلن؟ افترضنا إنه 10%، يبقى التحريك هيبقى 10%، افترضنا إن التضخم 3%. يا سلام، اهلا وسهلا، ساعتها هيبقى التحريك برضه 3%. هتيجي تقول 3% بس، هقول لك ما هو يا ابني افهم، التضخم 3% فقط، يعني تضخمات الاسعار لا تزيد عن 3%، فانت في كل الاحوال ان شاء الله مرضي، يعني الزياده بتاعت المعاش هتبقى مواكبه للتضخم اللي موجود في الدوله. يا رب يطلع التضخم صفر، يعني نتمنى، مفيش تضخم في الدنيا صفر برضه عشان تبقى عارف يعني.